العمال اليوم بحق ظهروا انها ماده بحق منسيه وماده مولي ما تلات في العنايه ولا تلات في الرعايه ولا تلات في اهتمامات بحق الدوله، وقضاياها مرن صبحوا من الماضي اللي لا تغطيه صحيه ولا تغطيه حمايه اجتماعيه ولا اجور ينزادوا ولا مستوى دخل يحسن ولا اسعار المواد الاوليه مرن مضمونه. اذا عن صوره في الحقيقه قاتمه وخطيره جدا باللي البطاله في موريتانيا لحقت مرحله ما قد لحقتها، والهشاشة هي سيدة الموقف، والحوار ما هو موجود، والقضاء المحاكم الشغل صبحوا اليوم دورهم لا أنه يبطلوا حقوق العمال، وإذا عن العمال فضائية في الحقيقة مزرية بشكل جدي، والحكومة هذه المطالب اللي تنطرح لها ما عندها لها اي عنايه ولا اي اعتبار، لا تقيس سله المهملات. ولذا احنا السنه ما لنا واعدين الوزاره ولا لنا مقدمين لها شيء واجعه به اللي في الحقيقه ما نعرفوا ان ما لنا مقدمين، والماده اللي هي تعود عندها العنايه والله دبير والله تقبض بجديه وتبحث عن الحلول اللي ناجعه للامراض اللي مطروحه واللي في شتى المجالات، تعليم، الصحه، الماء، النقل، كل هذه القضايا او المجالات في الحقيقه الواطي فيها متدهور بشكل كبير.